حضراتكم في نشرة فنية جديدة من تلفزيون اليوم السابع، هنعرف من خلالها أهم الأخبار والأحداث والترندات الفنية. وخليني أبدأ مع حضراتكم بأول خبر معانا النهاردة، وهو عودة النجم أحمد فقا للمسرح بعد غياب 19 سنة عن آخر مسرحية قدمها كده أوكي في 2003 مع النجوم منى زكي وياسمين عبد العزيز وشريف منير وهاني رمزي. وفرضت المسرحية معروضة لأكثر من 5 سنين. المسرحية الجديدة هي سيدتي الجميلة، وهتتعرض قريبا من بطولة ريم مصطفى ومحمد عبد الرحمن توتة وعلاء مرسي وليلى عز العرب واختار احمد السقا ان تكون عودتكم للمسرح من خلال سيدتي الجميلة، وهي واحدة من ايقونات المسرح المصري، وقدمها فؤاد المهندس في شويكار 1969. ويعيد السقا تقديمها مرة أخرى برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجة قمر، وكتب له المعالجة الدرامية أيمن بهجة قمر ومن إخراج حسن عبد السلام. وخليني اقول لحضراتكم ان النجمه منى زكي والنجمه كندا علوش والفنانه ايمان العاطي والفنانه السعوديه اسيل عمران ساندوا عارضه الازياء التونسيه ريم السعيدي في حملتها ضد الماركه العالميه بلنسياجا لاستغلالها الاطفال في الحمله الاعلانيه الاخيره. ونشرت ريم فيديو عبر حسابها على انستغرام وهي بتقطع الكوتش الخاص بالماركه وبترميه، وقالت انا ام لا استطيع ان ارتدي تلك الماركه مره ثانيه. وعادت النجمه منى زكي نشر الفيديو ريم على حسابها على انستغرام وقالت مش هشتري حاجة من الماركة دي تاني أبدا. ومن حملة المقاطعة هنروح للنجمة أنغام مخرجها اليوم من المستشفى بعد الأزمة الصحية الأخيرة اللي تعرضت لها، ودي أكلت كل حفلاتها الغنائية، وأول حفلة ليها هتكون في العام الجديد في التجمع الخامس يوم 3 فبراير 2023. وبتتسائل كل جمهورها ومحبيها اللي قطعوا التذاكر القديمة للحفلة 2 ديسمبر وقالوا هنقدر نخش الحفلة في شهر فبراير ولا لأ، وأكدت الجهة المنظمة إن الحفلة هيخشوها كل اللي معاهم التذاكر القديمة. آخر خبر معانا النهاردة وهو استعداد النجم محمد ممدوح للتحضير لمسلسله الجديد بعنوان الرشيد من 15 حلقة مع النجم ريهام عبد الغفور والمقرر عرضه في شهر رمضان اللي جاي، والمفاجأة إن المسلسل هيكون من إخراج أخته وأول تجربة ليها في عالم الإخراج. ودي كانت أهم أخبارنا الفنية، وإلى اللقاء في تغطية جديدة من تلفزيون اليوم السابع.